هو ايه اللي حصل في حقل زهر بالظبط وليه الاشاعات كترت حواليه؟ وهل صحيح انتاج الحقل هيقف؟ وليه مصر قررت توقف التصدير؟ تعالوا نشوف اصل الحكايه في الفيديو ده. معروف في مصر ان اكتر حاجه بتنتشر هي الاشاعات، وان في كتائب مخصوصه على مواقع التواصل الاجتماعي بتروج ليل نهار للكذب. للاسف ناس كتير بتصدق زي اللي حصل اليومين اللي فاتوا في حقل زهر للغاز الطبيعي. طب ايه اللي حصل بالظبط؟ حقل زهر تم اكتشافه في ديسمبر 2017 وبينتج من 6 سنين. الانتاج وصل ل 5 تريليون قدم مكعب و 9 مليون برميل متكثف. في عالم حقول الغاز، وده مش سر بنكشفه، لكن ده الطبيعي، ان في ظاهره في كل الحقول وهي معروفه وعالميه، وهو التناقص الطبيعي للابار المكتشفه والمتوسط في الغاز بنسبه 15% سنويا. يعني في معادله في قطاع حقول الغاز بتقول ان انتاجه بيقل كل سنه في نسبه بتوصل ل 15%. حسب المتحدث باسم وزاره البترول والثروه المعدنيه في مصر حمدي عبد العزيز، وده متحدث رسمي مش هيطلع يقول اي كلام، خاصه ان الحقل فيه شركات اجنبيه. الراجل قال يا جماعه حقل غاز زهر بينتج حوالي 2 مليار متر مكعب من الغاز في اليوم، وهو واحد من اهم حقول الغاز اللي موجوده في مصر، وان الحكومه شغاله على حفر ابار غاز تحقق قفزه تنمويه جديده للاقتصاد المصري، وان الرقم الاحتياطي اللي تم اعلانه مش ثابت، لكن لازم يكون في ابار تنمويه في المنطقه المنتجه، بمعنى ان حقل زهر مثلا بيقع في منطقه امتياز كبيره، لما الحقل انتاجه بيقل بتقوم الشركه بحفر بير تاني في نفس مساحه الامتياز علشان تعوض الانتاج. والمعنى هنا منطقة الامتياز كلها مش المكان اللي فيه منصة استخراج الغاز، وده اللي بيحصل دلوقتي. وبخصوص هروب الشركات، فمسؤول البترول نفى ده تماما وقال ان شركة اكسون موبايل الامريكية على سبيل المثال شغالة تنقيب في منطقة البحر المتوسط، وتم اكتشاف حقول نرجس وخوفو بالاضافة للمرحلة ال11 في منطقة امتياز غرب الدلتا، وان شركات البترول الاجنبية موجودة ومكملة في مصر وفي عقود مصر بتحترمها، والشركات دي بقى لها سنين طويلة في مصر، عارفة ان مصر واعد وعمرها ما صدرت حقوق مادية للشركات دي. وبخصوص الأرقام، فمصر بتستهلك حاليا حوالي 6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، وده قبل ذروة الاستهلاك في شهور الصيف. وطبعا مع ارتفاع درجات الحرارة بيتوقع ان الاستهلاك بيزيد ما بين 6.2 ل 6.3 مليار قدم مكعب يوميا. ودلوقتي انتاج الغاز الطبيعي الحالي بيتراوح ما بين 5.2 و 5.4 مليار قدم مكعب يوميا، وبيوجه بالكامل للسوق المحلية بالإضافة لكميات تم استيرادها من الخارج. واحتمال كبير مصر توقف تصدير الغاز مؤقتا كحل لأزمة الكهرباء في الصيف. أنا أشرفة أشرف، فإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.